علشان كده واحد من اللي اهتموا وانشغلوا طويلا بالبحث عن هذه اللحظة الناقد الرياضي الكبير الأستاذ محمد سيف. مساء الخير يا أستاذ محمد. مساء الفل صديقي العزيز أستاذ إبراهيم، وأهلا بالكابتن عدلي. تحياتي وتحيات المهندس عدلي. طبعا باشمهندس. أيوة باشمهندس والله. أيوة الإعلامي الوقور الجميل. ربنا يبارك لك يا باشمهندس، ربنا يخليك. قول لي تابعت هذه الزيارة المهمة إزاي وشايف تأثيراتها في المدى اللي جاي إيه؟ ويمكن ألقط منك كلمتين بتقول أنا واحد من الناس اللي كنت منتظرها. صحيح. من سنين. مش من امبارح ولا من السنه اللي فاتت، لا دي سنين. وبعدين مش عايز اقول هي تاريخيه، قد تكون تاريخيه بالنسبه للاحداث اللي سبقت او في الفترات السابقه يعني، لكن هي امتداد لمواقف كتيره مشابهه. أيوه. يمكن بدات بالايام لما الكابتن حسن حلمي رحمه الله على كل امواتنا لما اقام حفل تكريم داخل ملعب الزمالك لتكريم الكابتن صالح سليم بمناسبه حصوله على وسام الرياضه. ايوه يعني داخل الملعب. أيوة. ثم عقبها بقى الزيارات المتعاقبه، وكلنا فاكرين او الاجيل بتاعي بقى والكابتن عدلي اكيد فاكر لما الكابتن حسن حلمي حب ان هو يزور نادي الاهلي ويقدم التهنئه للكابتن صالح سليم بمناسبه انتخابه، وبعت برساله مع الكابتن عزم مجاهد عشان يحدد الميعاد، فالكابتن صالح رد عليه قال له قول للكابتن حلمي الصغير هو اللي يروح للكبير. شوف ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. قال له الكابتن حلمي ما يجريش ده انا اللي اروح له، وتمت الاتصالات التليفونيه، وبالفعل كابتن صالح باعضاء مجلس اداره الاهلي راحوا نادي الزمالك عشان يتلقى التهنئه من نادي الزمالك. شوف ثم عقبتها بقى بعد كده المهندس حسن الفتوح لما راح النادي الاهلي قدم التهنئه للكابتن عبد الصالح الوحش، ثم الكابتن حسن حمدي لما جه نادي الزمالك يقدم التهنئه للكابتن الاستاذ ممدوح عباس. فيا جماعه الحاجات دي موجوده من زمان، هي لعنه الله بس على المخاطب الفضائيه اللي هي زودت نعره التعصب وعملت الفجوه مع بعض الاحداث طبعا كلنا عارفينها، والاشخاص مش عايزين ناخد فيها اللي هم زودوا الفجوه. وبعدين اكيد يا كابتن ابراهيم وكابتن عادل انتوا عارفين في الثمانينات لما كانت الزيارات متبادله حتى على مستوى الاجهزه الفنيه قبل البطولات المهمه في بطولتي افريقيا. يساندوا بعض. ايوه لما كان الكابتن ابراهيم يوسف وبرجله واحمد رفعت وعبد العزيز قابيل يروحوا نادي الاهلي، وتلاقي مدرجات التتش بتهتف زمالك حاجه عجيبه. ثم العكس لما الكابتن الخطيب قبل ماتش الزمالك وجيت بيزي اوزو الجزائري وكان مطلوب الفوز، انا فاكر تحديدا راح حضر التمرين. ده حضر التدريب وقال جمله مهمه جدا يا كابتن، ما قالهمش ان انتوا قادرين على انكم تسجلوا 3 اهداف يوم الجمعه، قال لهم احنا قادرين نسجل 3 اهداف يوم الجمعه، احنا. وحط بيت خط تحت كلمه احنا. فشوف الشعور كان عامل ازاي، وتكررت مثل هذه الزيارات كتير قوي. فعشان كده بقول لك انا كنت واحد من الناس عشان عشت كثيرا من هذه الاحداث. وعلى فكره ارشيف الصحف موجود والصور موجوده، اللي احنا بنقوله ده مش ما بنحكيش حكايات خرافيه يعني، الصحف موجوده، اللي عايز يرجع للارشيف هيلاقي الزيارات ديت والصور والكلام ده موجود. عشان كده بقول لك انا واحد من الناس عاصرت بعض هذه الاحداث فكنت منتظرها، خاصه ان العلاقه بين الناديين او بين لعيبه الناديين واعضاء ومجالس رجال الناديين على مدى العصور يا كابتن، ده كان في الخمسينات والستينات قبل بدايه الدوري كانوا بيلعبوا ماتشات وديه مع بعض. يعني تتخيل ان ممكن ان الزمالك بيلعب الاهلي او الاهلي بيلعب الزمالك ماتش ودي استعدادا لبدء الدوري. ايوه. طب ادي دي نماذج. اتمنى بس ان هي اللي حصل النهارده يكون رساله. يعني انا واثق جدا وعلى علاقه الحمد لله وطيده بمعظم اعضاء مجلس اداره الناديين، وعارف ان الاثنين فعلا عندهم رغبه اكيده بفتح صفحه جديده بلا شك. انا اتمنى بس ان هيكون رساله واضحه وصريحه للمصاطب او بعض المصاطب الفضائيه، مش هقول السوشيال ميديا لان دول ما اقدرش اتحكم فيهم، اللي هم بيبقوا عايزين الترند وعايزين اي هفه هنا او هناك عشان اعمل عليها حلقه واعمل نسبه مشاهدات. اعتقد ان المشهد بتاع النهارده ده زي ما تقول حضرتك يعني ايه، قنبله انفجرت في وجوه هؤلاء اللي بينتظروا اي هفوات او اي تصريحات هنا او هناك عشان يعملوا من الحفه هوب يعني. يعني تعبير رائع جدا، يعني قنبلة انفجرت في وجوه هؤلاء. طيب وانت بقى بخبرتك الصحفية الكبيرة يا أستاذ سيف،
انت اشرت في البدايه الى انه المرحله اللي فاتت كانت نتاج المصاطب الاعلاميه زي ما سميتها. نعم. ايه السبيل للقضاء على الاداء العشوائي ده في المصاطب الفتره اللي جايه؟ بص، طول ما العلاقات على مستوى الانديه الكبيره هتفضل كويسه هم مش هيلاقوا حاجه يتكلموا فيها. صدقني، ما هو يعني زي ما تقول ايه بنبدا يعني ايه، خلي البدايه دي لما بتيجي من الناديين وتبدا من عندهم. انا كاعلامي هقول انا شايف مشهد جميل قدامي، طب بالله عليك هعمل فيه ايه يعني؟ يعني مش هقدر ان انا اعدل فيه، لان من الصوره هعمل لها فوتوشوب واطلعها حاجه ثانيه. وده مشهد موجود قدامي. كابتن خطيب بيزور النادي الاهلي، وبعدين واستقبال وباقه ورد اتحط على مقعد رحمه الله عليه عمرو فاروق، وحسين لبيب بيقول ان انا كنت اتمنى ان او عزيز زياره تنقصها لعمرو فاروق، والناس تقف دي احداث. مشهد جميل. انا اعتقد ان هم ده البدايه، ان هو هنخلي المصاطب ديت ان هي تلم الاوراق بتاعتها وتلم الجلاليب والبيجامات اللي بيلبسوها ويروحوا. يعني هي دي ده المشهد لوحده كفايه ان هم يلموا الشنط بتاعتهم ويروحوا. الحاجه الثانيه برضو، احنا كاعلاميين برضو لازم ناخد خطوه مع الناس دي. ايوه، احنا لازم نساندهم. ايوه، يعني احنا برضو لازم، هم عملوا اللي عليهم كتر خيرهم. احنا كاعلام مستنير، انا بخاطب الاعلام المحترم المستنير انه يدعم الخطوه دي، حتى لو لقى هفوه كده او كده بلاش، ده مفيش داعي. ايوه، تعديها زي ما كل حاجه بتعدي في حياتنا. احنا على المستوى الشخصي في حياتنا العمليه والاسريه بنعدي حاجات كتير، فما نجيش عند المشهد الحاجه اللي بقى اللي واحنا في ظروف صعبه يعني على مستوى الدوله مش محتاجه. يا استاذ محمد، هي تعدي بشرط ما تتكررش. بالظبط. حضرتك يعني هديك حضرتك بتقول كده، البيان اللي فيه اجتماع مجلس اداره الزمالك الاخير طلع منه بعض القرارات. في قرار ما اعتقدش ان كان المفروض ان حد يقف قدامه برضه، ان حسين السيد المشرف على قطاع الناشئين قدم مذكره بما حدث بين بعض اللاعبين مواليد 2009 عقب مباراه الاهلي. وان المجلس طلب من حسين السيد ان يطبق اللائحه على اللعيبه ديت. يعني والله اللي بيعمل كده ده لصالح ناديه قبل ما يكون حفاظا على الروح الرياضيه. بيطلع لعيب سوي. انا بقى كاعلام المفروض ان دي النقطه المضيئه او الشمعه المنوره اللي اروح جنبها واضلل عليها، لكن ما اجيش على اي حدث ثاني بقى واروح اقول واحطه في البرواز يعني وصلت عليه الضوء. فاحنا برضو علينا، احنا كابتن عادل استاذ ابراهيم، احنا علينا دور. صحيح. دور ان احنا زي ما بقول لحضرتك الناس دي قدمت لنا حاجه كويسه، علينا ان احنا نساندهم ونقدم برضو صوره ان الاعلام يبقى برضو ممكن يكون ان هو موازي. يعني مش معهوش فعل ولا رد فعل، لا احنا موازيين لكل ما هو جميل. ان شاء الله. وبمثل هذا الرقي وهذه الحكمه نساند بعض كلنا ونلتزم ان احنا ندعم هذه الخطوه. مصر تستحق منا الكثير. ايوه، لان في النهايه لصالح بلدنا. ما هوش لصالح اللي بيحصل ده يا كابتن عادل، مش لصالح نادي لوحده. لا، ده لصالح المجتمع اولا المصري، لبلدنا كلنا. ان احنا النهارده لما نلاقي خطوه زي كده والصوره الجميله ديت، انا النهارده حتى عدد الجماهير هيزيد في الملاعب، ومش هبقى خايف من ان الجمهور انه يخرج عن زي ما بنقول عن الخط. هبقى خلاص يعني مساله المنتخب هيلقى دعم اكتر، مش هيبقى في تربص بقى انت اخترت فلان ولا علان. لا، صحيح. اللي يلعب برئيس منتخب مصر. والله يا كابتن سيف، طموح يذهب بعيدا، ان يجي يوم نرجع نتفرج دون فصل بين الاهلاويه والزملكاويه في المدرج، كنا بنروح نختلط ببعض طبعاً ونتفرج طبعاً. مع بعض. انت مش فاكر بقى ياما الله يرحم جميع امواتنا، انا طلبة صقر وجورج سعد وقائد قاعدين جنب بعض، وده بيهتف في ناديه وبيشجع وبيشيل ويعمل وده في ناديه، وفي النهايه الاثنين قاعدين مع بعض بالليل في سواء في الزمالك او في الاهلي. يا كابتن انت ممكن تسال الكابتن مثلا طه اسماعيل ربنا يديله الصحه وكابتن ابو رجيله عما كان يحدث بين الفريقين في الستينات. يعني انا كابتن ابو رجيله كان بيحكي لي مره ان هو يعني كان ماتش في النادي الاهلي في ملعب التتش، بيقول لي احنا 11 لعيب الماتش خلص
لقينا نفسنا تسعه اللي قاعدين جوه النادي الاهلي، اثنين بس اللي روحوا، والتسعه قاعدين في جنينه النادي الاهلي بعد الماتش. الله، بيشربوا الشاي وبيعملوا كده. هذا حقيقي وانا شاهد عليه. بالتاكيد طبعا. انا كنت بروح الماتشات يا استاذ محمد، انا والاستاذ ممدوح عباس ومحرم الراغب والله يرحمه ابراهيم الخليلي، ونقعد مع بعض ونفضل في دعابات وهزار، وبعد الماتش نشيل الخسران العشاء والسهره بتاعتنا. هو ده المطلوب، ده المطلوب، سواء على مستوى المسؤولين، على مستوى اللاعبين وبتاع، وعلى مستوانا احنا كاعلاميين كمان. صحيح. ده المفروض يعني. ايه المشكله ان النهارده قناه الاهلي تستضيف لاعب من الزمالك، وقناه الزمالك تستضيف لاعب من الاهلي، ايه المشكله يا جماعه؟ صحيح. والله ده جاء وقت. صحيح. عادي جدا. صحيح. وبعدين ما هو بعدين برضه رساله للاعبين. يعني ادينا شفنا امبارح لما كابتن محمد عبد الشافي ربنا يشفيه اصيب بقطع فرات الصليبي. ايوه. كميه الرسائل اللي جايه لك لعبد الشافي من معظم جماهير مصر، ومنهم واغلبهم من جماهير النادي الاهلي. كتير من الجماهير الاهلاويه. صحيح. ليه؟ عشان انت انا طعم على منافس، انا كاهلاوي ليه عمال اتمنى له الشفاء وعمال اشكر فيه؟ عشان هو قدم لي نموذج الاحترام. صحيح. والتواضع والتفاني لناديه. فده انا يا ريت بقى نشوف نماذج من عبد الشافي دي كتيره في الملاعب عندنا. ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ محمد، سعداء جدا برايك وبوعيك دايما. ربنا يخليك، واسف اني طولت عليكم. شكرا. لا، شكرا جزيلا. سعدنا بيك. شكرا جزيلا للناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمد سيف، مثمنا هذه الخطوه المهمه جدا في زياره الاهلي للزمالك التي لا زال فيها الكثير ايضا من الكواليس. بعد الفاصل.